تحياتي جميعا، احييكم من مدينه زاندام في هولندا. اليوم كان في مشوار عفوي عندي على مدينه زاندام ويعني حبيت بصراحه اخذ بريك صغير، وقلت بدي اسجل هذا الفيديو لاني سجلته امبارحه كنت بامستردام وبصراحه ندمت عليه، كان في الفاظ خارجي كثير لاني كنت معصب، فقلت خلينا نكون رايقين شوي ونسجل هذا الفيديو. تابعونا بعد الفاصل خلونا نحكي بهذا الموضوع. موضوعنا لهذا اليوم بهذا الفيديو اللي انا حابب احكي فيه هو عن جزئية لطالما تحدثت فيها ولازلت أريد أنه أتكلم فيها مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، اللي هي شو؟ اللي هي طبعاً شايفين هاي الميزة البيوت اللي بزاندام اللي هي مشهورة فيها، هذا النوع من البيوت. طيب اللي هي قصة شو؟ القصة اللي بنسمعها دائماً وأبداً من الإخوة المؤيدين، أقصد هنا الموضوع سوري بحت طبعاً، مؤيدين نظام القتل والإجرام نظام بشار الأسد، صاروا أجوا على أوروبا. طبعاً بأوروبا سمعوا كلمة لأول مرة بيسمعوا فيها حقوق الإنسان، فهي حقوق الإنسان بالنسبة لهم هني بس الإنسان وبقية المخلوقات لازم تحترم حقوقهم هني كبشر، وتحت بند هذا حقوق الإنسان حق احترم رأيه، ورأيه في هذه الحالة أنه هو ممكن يدعم نظام ديكتاتوري قاتل. اتفقت كل الدول المتحضرة، كل الشرائع المتحضرة، أنه نظام لا يقوم بحماية شعبه بل ويقوم بقتله وقتل المدنيين عشوائيا ومنهم الأطفال، ومرتكب بجرائم حرب، نقطة انتهى. هذا الرأي العالمي، يعني أنا عم عيد كلام هو من البديهيات، ولكن لما بيكون الناس مستوى فهمه، مع احترامي للسامعين، هذا الفيديو موجه لطبقة معينة، وأنا رح أبعث الروابط لكل شخص بذاته، وبتمنى إذا في عندكم ناس من هاي الطبقة الراقية كمان تشيرون من هذا الفيديو. عم بحكي على قد مستوى فهمهم. أجمع العالم أنه هذا النظام متهم بل مدان في هذه الجرائم. نحن بكوكب لا تقام فيه العدالة دائما، هذا الحكي صح، ولذلك أمثاله موجودين. ولكن اللي صار واللي عرفنا بعيشتنا أنه هدول النماذج، هذا الكائن الهلامي المسمى بالمؤيد اجى على أوروبا، سمع لأول مرة بشيء اسمه حقوق إنسان، فاعتبر حاله هو وأمثاله الإنسان، والبقية هم كائنات يجب أن تحترم حقوقهم. في هذه الحالة يقول لك يا أخي أنا أحترم رأيي، أنا مؤيد، يعني أنت ليش ما بتحترم رأيي؟ أنت فتحت صح، سمعت كلمة حقوق إنسان، فتحت كتاب حقوق الإنسان، بس أنت ما قريت غير موجود على الجلد بصراحة أنه بند حرية الرأي. ولكن يا سيدي الكريم، سيدتي الكريمة، أخي الشبيح، أختي الشبيحة، الجماهير الشعبية الكادحة، حق الرأي لا يعني أنه أنت ممكن تدعم شخص يقوم بارتكاب جريمة تسانده ولو معنويا. الموضوع يعتبر جنحة، في أقل الحالات هو موضوع غير أخلاقي. أعطي مثال كتير بسيط عن كونه غير أخلاقي، كونك أنت ممكن تكون داعم لهتلر على سبيل المثال، أنت مؤيد لهتلر وتوقف تقول بعلي الصوت هتلر كان معه حق يقتل اليهود، يا أخي كثير مشاكل كان بسبب اليهود على سبيل المثال. طيب أوكي، قصف مدنيين، كان عم يعمل الأفضل لبلده. أنا بدي أقول لك شوف نظرة المجتمع لإلك كيف رح تكون. بس نحن هلأ بالقرن 21 هل رح يحترموك؟ ناهيك عن الموضوع، هو أكبر من هيك. أنا رح أعطي مثال ممكن يكون غريب شوي. أنا لما أعرف في شخص عم يأذي طفل عامدا متعمدا، أو حتى بدي أقول في أحسن الحالات بسبب الإهمال زي اللي عم يصير بسوريا، تهدم بيوت على رؤوس أصحابها، أطفال لا ذنب لهم على الإطلاق، لما بقول أنه أوكي معه حق لأني أهاليهم إرهابيين أو موجودين في هاي، هي بصراحة جريمة مكتملة المعالم، حتى وإن لم يعاقب عليها القانون، حتى لما يعاقب عليها القانون. هلا بدي انتقل لنقطة أخرى. هلا هدول الكائنات هل هن فعلا ما بيفهموا الفرق بين حرية الرأي وبين إنه يشبحوا علينا ويقرفونا بعيشتنا بأوروبا؟ هلا والله أنا بصراحة ما عندي جواب. هل هن عم يعملوا هذا الشيء لأن هن ما فهمانين بالآي كيو تبعهم تحت الـ50؟ أنا ما بعرف. هل هن عم يعملوا بس لحتى يقرفونا بعيشتنا؟ طبعا في كان عندي من كام يوم واحد عندي على القناة وحديث وأخذوا رد وتعليقات وحكي فوق الاساطيح، والاحلى من هيك انه صاروا يحكوا حكي عن جد كثير حلوين انه عم يحكوا، يعني كل هالايام كانوا عم بيحكوا العالم، ما حدا عم يسترجي يقول انه انا ماني موالي 100%، مش معارض،
لا هلا اجوا بيقول لك من حقه كل واحد، انا من حقي احكي رايي، من حقه يحكي رايه ويدعم نظام القطر، موضوع عادي جدا يعني، وين المشكله؟ انت مطلوب منك اخي المواطن حتى لو ما كنت انت شخص مدعوس من قبل هذا النظام انه انت تصادق له وتبصم له. والاحلى من هيك باحسن الحالات بيروح بيطلب منك بيقول لك انت مع جبهه النصره مع البغدادي مع الجولاني، كوني معارض لنظام القتل بشار الاسد او لاي دكتاتوريه اخرى لا يعني اني اكون مسلم متشدد. هذا السؤال الذي اواجه فيه دائما، انا لست مسلم متشدد ولست مسلم على الاطلاق، وانا ضد القتل، ضد ان يقتل مسلمين، ضد ان يقتل اي طائفه، ضد ان يقتل اطفال، ضد ان تعذب ناس لاي سبب في المعتقلات لاي سبب كان حتى لو كانوا قتله. انا بحكي لما بحكي انتم مدعيين انه انتم عنكم دوله، رئيس مسمينه رئيس، انا بصراحه مش مضطر، خلوني احكي بقى بسوقيه اكثر شوي وسامحوني، يعني لما بدي روح العن روح حافظ وناعسه وبشار وباسل اللي دافنين احصانه فوق، انا مش مضطر اطلع لحتى اخذ صك وطنيه من حضرتك، اطلع سب الجولاني، سب المعارضه المرتزقه، سب البغدادي انا مش مضطر بصراحه، انا مش بمعرض هذا الحديث. انت لما بتكون هم موجود باوروبا وبتايد هيك دكتاتوريه وجاي تفتح لك حقوق انسان، انت بتطب راسك بالارض وبتسكت. للاسف في ناس مش عليها التهديد، في ناس عندها اهل بسوريا، في ناس يا اخي ترويش على قدها وما بدها تعمل مشاكل فتسكت، بقول لك يا اخي مؤيد بلا ما يعمل لي مشاكل، بلا ما كذا، بلا ما يتهمني، عم بتجسسوا علينا، عم بيضروا العالم، بتقوم بتبعد. انا اللي بدي اقوله مع احترامي لكل السامعين، وانا عدت الفيديو للمرة الثانية وعم بحاول كون مروق، هلا كنت عم بشرب قهوة هيك وما بدي اصرف هالطاقة، هلا اتغديت وهيك ومروق، بدي قلكن اعلى ما بخيلكم ركبوا، انتو امعات، انتم احد اثنين، انا بدي حلل الموضوع بكل انسانية، انتم اما ناس لديكم عقدة المازوخية، يعني انت لما بتقول انا مؤيد وبيجي واحد ببهدلك بيقول لك يا انت 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 مو انسان، انت حيط وبيبهدلك وبيسبك والى اخره، ايه انت من جوا بتنبسط، ايه يا معلم، ايه اديني كمان تف علي، او انت انسان سادي لما تشوف بشار الاسد عم يقتل وبيعذب انت من جوا مبسوط ومكيف ومروق، ايه وانت بتتمنى لو كنت انت طالع بالطياره وعم بتزت الشعر البرميل بايدك وبتزته على الناس، ولو كنت بالمعتقل وعم بتلطم الناس بالكهرباء بإيدك، أنت كنت بتكون إنك إنسان سادي مبسوط إنك تسبب الألم للآخرين. بهذه الحالتين أنا هذا التفسيرين عم لاقيهم، ما عم لاقي ثالث لهم. بهالحالتين بأحسن الحالات العبارة اللي بتطلع من واحد إنسان طبيعي كائنا من كان، معارض أو محايد أو واحد ما بتهمه سوريا باللي صاير فيها كله على بعضه، روح شوف طبيب نفسي، روح شوف طبيب نفسي. ومن عندي إذا كنت خارج هذا الموضوع شايف حالك صحيح نفسياً، من حقك تجي نحن هون تعرفنا بعيشتنا وتقعد تعمل لنا بوصلة أخلاقية جديدة. أنت كمثقف لازم تنتقد كل أطراف، أنا ما لازم أنتقد، أنا بنتقد بحكي اللي بدي إياه وبعمل اللي بدي إياه. هدوك الإعلام الرسمي بتقعد بتقله أنت تابع للإخوان المسلمين فأنت ما بصير تروح تحكي على النظام التركي، هدوك بتقله، ما تجي بتقول لواحد مثلي. أنا كشخص كمفكر حر، شخص طالع بحكي اللي بدي إياه، هذا الحكي موجه لناس بعينه، لذلك عم ركز على نقاط بعينه، انا بحكي اللي بدي اياه واقولها من قلب الطواحين الهولنديه من زاندم، اعلى ما بخيلكم اركبوه ويلعن مناظركم، وما راح اخليكم تقرفونا بعيشتنا، سواء سقط النظام او ضلنا النظام ما راح اخليكم تقرفونا بعيشتنا، لاني انا اتوقع غرضكم من كل هالحكي. طبعا الله فرجانا فيكم يوم صرتوا تكتبوا باسماء مستعاره وما تسترجوا تطلعوا أسماءكم، وحتى يعني أنا مو مؤيد، أنا ضد الإرهابيين، أنا مو صرتوا كيوت، صرتوا مؤيدين كيوت، يعني سبحان جلدة الحنفية. وبالنسبة للأخوة الإرهابيين هذوك لهم حديث تاني بالوقت المناسب وفي المكان المناسب، ونحن أنا وأمثالي نحن المنقرر أيمت نحكي أو ما نحكي، لأن نحن ما حدا بيدفعلنا ولا حدا بيدعمنا، وعم نشتغل بناكل معرق جبيننا ما عايشين مرتزقة على نروح نفضي بيوت عالم وناخدها او يروح يمولونا من تركيا ولا قطر، لا عندي قناه يوتيوب بشوفوها 4-5 انا مبسوط فيهم وعلى راسي ومكيف تمام، وانا عم بطلع بحكي رايي وفضل اللي عندي.
هذا انجاز وصلت له بحياتي؟ ناضلت مشانه وتعرضت للاعتقال وتخوزقت انا وكثير ناس مشان اوصل لهي اللحظه، ما راح خليكم تسلبوا ولا هاي اللحظه. حبي وتحياتي لكل الناس اللي سامعتنا. معكم فادي حداد من زاندام. خلوني ارجع اشرب قهوه لاني اذا ما شربت 3 لتر قهوه انا لسه ما راح اصحى اليوم. اتمنى تضلوا بخير، اهلنا بسوريا تفرج عليكم قريبا. سلام.